يلا اللي بيخش كده يقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي يخش يقول السلام عليكم يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي كده النهاردة كده على خير يا مسهل. شغل كده حاجة خفيفة كده عقبال ما الناس ايه تبتدي معانا. أول ما الناس كده تبتدي كده هنبتدي إن شاء الله. هي القطعة معاها أسئلة، قول إن شاء الله، قول إن شاء الله. مفيش إلا مريم بس اللي قالت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مريم. يلا يا شباب، 9 بقينا 9 يا مسهل يا رب. يلا الناس بتيجي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نهى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دينا. منال ناصر، فين السلام يا بروف محمود؟ فين السلام بتاع ربنا؟ صلي على رسول الله كده أقول أي حاجة. شغل اي حاجه كده بس عقبال ما الناس ايه، عقبال ما الناس ايه تكمل كده. بس مش هتبقى هي دي الحاجه الاساسيه يعني. ماشي، اي حاجه كده عقبال ما الناس تخش. والسلام ورحمه الله وبركاته. السؤال التاسع، متى بسمة ستقلع أمل. الطائرة في عليكم السلام معين ورحمة جديد؟ الله وبركاته. يلا يا شباب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة داليا، شروق الشمس. وعليكم السلام أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متابع أنت على طول يا أحمد. إيه علا عبد الفتاح مستنياكو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا علا. أنت كده كده أساسا البث ده بينزل بعد كده على اليوتيوب، متقلقيش يعني. يعني لو راحت عليكي نومة ولا حاجة، ولا كنت بتعملي شاي ولا حاجة، كملي عادي. اللي عايز يسأل في حاجة طبعا قبل ما نكمل كده، اللي عايز يكتب حاجة ويسألني عليها وأنا أجاوب برضه قبل ما نبتدي. عشان النهاردة إن شاء الله في بدل القطع هيبقى في 3 قطع، القطعة اللي موجودة فوق ديت اللي هي الأساسية اللي جت في الامتحان، وقطعتين تانيين من الاستماع اللي هو القطع الطويلة يا مسهل. وبعدين هنقول كمان اللي جه في الامتحان بتاع النهاردة. الناس اللي امتحنت النهاردة في 5 نقط، وفي 3 بعد ما هخلص البث ده، 3 أسئلة هنزلهم على سؤال على بوست منفصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الجروب هنا وبالاختيارات بتاعتهم ولله الحمد يعني. طبعا اتجمعوا يعني، مش عايز اقول لكم الواحد ما عرفش يذاكر بسبب ان انا عمال بجمع الاسئلة دي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا استاذة منال. الحمد لله السلامة. بهاء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى سعد، ايه السلام فينا يا مصطفى سعد. كريم وحازم، الامتحان بيتغير. بص يا داليا، هو في المؤكد يعني ان عندهم اكيد 3 4 نماذج يعني. انت عندك زي الاي دي اس ال نماذج متغيره اكيد، بس صدقوني يعني الاستماع ما فيهوش حاجه. الاستماع ال50 درجه دي لازم تكون، ما هو نفس انا لسه بقول اهو، القطع بتتكرر لناس اكيد يعني، بس هو اكيد نماذج مختلفه. احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. يا ريت يا جماعه لو في حد موجود معانا وامتحن يكتب اللي هو امتحنه وينزله بوست. للاسف انا ملاحظ الحته ديت ان في ناس، مها موسى، استاذه مها اهلا بيكي. في ناس ملاحظ ان في ناس بتمتحن وما بتقولش انها امتحنت، وبعد كده تسال طب انا النتيجه بتاعتي امتى يعني ويؤثرون على انفسهم. يا جماعه يعني نساعد بعض. ممكن السؤال اللي جالك ده ممكن يجي لحد تاني. هلا أسامة، فين السلام؟ مها موسى، فين السلام؟ قولي اسم من أسماء الله الحسنى. خدي حسنة واخد حسنة أنا كمان.
اولا رجاء رد عليا موضوع وقف الامتحانات يوم 15 زهرة الصبار. انت ما كنتيش موجودة معانا امبارح على فكرة، افتقدتك على فكرة، لان انت ما شاء الله عليكي بتحلي كويس. متوقع لك ان شاء الله انت يعني من فوق التسعين، وانت طالعة من 90 ل 100 امتياز ان شاء الله. حكاية الامتحانات من يوم 15، ومش الامتحانات، مين اللي قالك الامتحانات هتقف يوم 15؟ هو قالوا ان الامتحانات لغاية يوم 15 نظام قديم. يعني انا مساء الخير يا تيمور، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسم القناة على اليوتيوب التنالي العربي مع تيمور، التنالي العربي مع تيمور، والجروب هيبقى اسمه كده برضو ان شاء الله. بصي يا زارة الصبار، انا كنت المفروض ان انا هحجز اخر الشهر دوت، بس عشان حتة ان هم قالوا ان هو يوم 20 وكده، الله اعلم، ده دي كلمة قالوها عشان يستعجلوا الناس في يحجزوا ولا ايه. بس انا يمكن الحمد لله ربنا كرمني، الحمد لله، وهمتحن يوم الخميس، يعني ولا داخل انتظار ولا اي حاجة. يوم الخميس ان شاء الله عندي امتحان اللي هو بعد بكرة. فيعني انا كنت لسه همتحن اخر الشهر، وكان في نيتي كده اساسا، بس سبحانك يا رب، انت تريد وانا اريد، والله يفعل ما يريد. ماشي، نبتدي. ريد فلاور، يلا يا ريد، قولي السلام يا ريد فلاور. الواي فاي عامل شغله معاكي. طيب، حد عنده سؤال تاني يلا قبل ما نبتدي؟ قطعة الضب والأرنب والثعلب جت، بسم الله الرحمن الرحيم، جت قطعة عن الذكاء بتاعة الأطفال، ودي عرفت أجيبها. طبعا جت اسئله نحويه، الثلاث اسئله اللي عرفنا اجمعهم بالنص هنزلهم في بوست بعد البث ده مباشره في الجروب ان شاء الله رب العالمين. وعلى فكره هم من غير حل، الناس بقى تجتهد، يعني واحده زي زارة صبار استاذه ماها، الناس كويسه اللي هم في العربي وفي النحو، كلنا هنساعد بعض، وهنقول لو مثلا حد مش مقتنع باجابه حد يجاوبه. النقاش حلو. طيب نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ورقة وقلم يا شباب، ورقة وقلم، وركزوا كده. لو كوباية شاي جنب كل واحد، أنا جنبي كوباية شاي دلوقتي، يلا، وجنبي ومعايا والورقة وماسك القلم في إيديا. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا ورقة وقلم. ماشي، يلا يا شباب، بسم الله. الأطفال الكبار. جلست الأم ذات مساء تساعد أبناءها في مراجعة دروسهم، وأعطت طفلها الصغير البالغ الرابعة من عمره كراسة للرسم حتى لا يشغلها عما تقوم به من شرح ومذاكرة لإخوته الآخرين. وتذكرت فجأة أنها لم تعد طعام العشاء لوالد زوجها الشيخ المسن الذي يعيش معهم في حجرة خارج المبنى في حوش البيت، وكانت تقوم على خدمته ما أمكنها ذلك، والزوج راض بما تؤديه من خدمة لوالده، الذي كان لا يغادر غرفته لضعف صحته، أسرعت بالطعام إليه، وسألته إن كان في حاجة لأي خدمات أخرى، ثم انصرفت عنه. وعادت إلى ما كانت عليه مع أبنائها. لاحظت أن الطفل يرسم دوائر ومربعات ويضع فيها رموزا، فسألته: ما الذي ترسمه يا صغيري؟ فأجابها بكل براءة: أرسم بيتي الذي سأعيش فيه عندما أكبر وأتزوج. قمرت عيني الأم الفرحة، ثم تابعت: وأين ستنام يا حبيبي؟ فأخذ الطفل يريها كل مربع رسمه ويقول: هذه غرفة النوم، وهذا المطبخ، وهذه غرفة لاستقبال الضيوف. ثم عدد كل ما يعرفه من غرف البيت، ولكنه ترك مربعا منعزلا خارج الإطار الذي رسم فيه الغرف. فتعجبت الأم وسألت: ولكن لماذا رسمت هذه الغرفة خارج البيت منعزلة عن باقي الغرف؟ رد الطفل:
إنها لك يا أمي، سأجعلك تعيشين فيها كما يعيش جدي الكبير الآن. صعقت الأم لما قاله طفلها، واستغرقت في تفكير عميق، وأخذت تهذي قائلة: هل سأكون واحدة خارج البيت في الحوش؟ دون أن أتمتع بالحديث مع ابني وأطفاله؟ هل سيغيب عني كلامه ومرحه ولعبه عندما أعجز عن الحركة؟ ومن سأكلم حينها؟ وهل سأمضي ما بقي من عمري وحدي بين أربعة جدران دون أن أسمع همساتي في الذات كبدي وأناتهم؟ هرعت الأم واستدعت أولادها ليساعدوها في نقل آثاث الغرفة المخصصة لاستقبال الضيوف، التي تكون عادة أجمل الغرف وأكثرها صدارة في الموقع، وأحضرت سرير عمها ونقلت الأثاث المخصص للضيوف إلى غرفته خارجا في الحوش. وعندما عاد الزوج من الخارج تفاجأ بما رأى وتعجب له سائلة: ولكن ما الداعي إلى هذا التغيير؟ أجابته والدموع تترقرق في عينيها: إنني أختار أجمل الغرف التي سنعيش فيها أنا وأنت. إن أعطانا الله عمرا وعجزنا عن الحركة، وليبقى الضيوف في غرفة الحوش. فهم الزوج ما قصدته وأثنى عليها، بينما كان الجد ينظر إليهما ويبتسم بعين راضية. امتلأت عينا الطفل بالابتسامة، وما كان منه إلا أن مسح رسمه وابتسم. قصة أن أرنبا وجدت تمرة فاختلسها منها الثعلب فأكلها، فانطلقا إلى الضب يختصمان إليه. قالت الأرنب: يا أبا الحسن، والحسن هو صغير الضب. قال الضب: سميعا دعوتي. قالت الأرنب: جئنا نختصم إليك. قال الضب: عادلا حكمتما. قالت الأرنب: فاخرج إلينا. قال: في بيته يؤتى الحكم. قالت: وجدت تمرة حلوة. قال: فكليها. قالت: لقد اختلسها الثعلب. قال: لنفسه بغى الخير. قالت: فلطمته. قال: بحقك أخذت. قالت: فلطمني. قال: حر انتصر. قالت: احكم بيننا. قال: لقد فعل. وذهبت أقواله كلها أمثاله. الذكاء. يعرف علماء النفس وعلماء التربية الذكاء بالقدرة على مواجهة الصعاب والتكيف مع الظروف الطارئة وحل المشكلات التي تعترض طريق الفرد. فذكاء الإنسان وفق هذا التعريف يوضع على المحك في زمن الأزمات أكثر منه في زمن الدعة والراحة، وهو تعريف يتجاوز المفهوم التقليدي للذكاء المتعلق بالقدرة على التفكير والاستنتاج المنطقي والتوهج العقلي والألمعية والقدرة على خزن المعلومات والتوصل إليها. لقد لاحظ بعض العلماء أن هناك أنواعاً من القدرات والمواهب الفردية لا تستطيع الامتحانات التقليدية قياسها، وحدث أن كثيرا من الموهوبين فشلوا في امتحانات الذكاء التقليدية عند دخولهم الجامعة، ولكنهم نبغوا بعد ذلك في كثير من مجالات الحياة، سواء في الجامعة التي عادت وقبلتهم أو في المحيط الخارجي،
وهذا ما دعا بعض العلماء إلى توسيع مفهوم الذكاء ليضيفوا إليه أنواعاً أخرى منها اللغوي والرياضي والمكاني والاجتماعي والموسيقي وغيرها. والقول بتنوع الذكاء فائق القيمة، لأنه يدفع الناس بعامة والمربين والأهل وعلماء النفس بخاصة إلى تقدير أنواع من المواهب والقدرات لم تكن مصنفة بوصفها من أنواع الذكاء. فلاعب كرة القدم المتفوق شخص ذكي حتى لو لم يكن متفوقا في الحساب أو لم يستطع إلقاء كلمة أمام جمهور، وهذا يعني أنه لا يوجد شخص غبي وشخص ذكي كما يرى بعضنا، بل يوجد أشخاص أذكياء بطبيعتهم في تخصصات ومجالات معينة وأشخاص أذكياء في مجالات أخرى. ومن الطبيعي أن تجد أشخاصا يمتلكون أكثر من نوع من الذكاء، ولكن من النادر أن تجد شخصا لا يمتلك أي نوع من أنواع الذكاء. صحح الخطأ. يا عبد الرحمن، سمعت أنك ستترك المدينة وتعود إلى الحياة في القرية. هذا صحيح، فالحياة في المدينة ليست طيبة، الضوضاء في كل وقت، لا أنام جيدا بسبب ضوضاء السيارات والطائرات والازدحام في كل مكان والتلوث في كل المدينة. ولكن لك شركة هنا وبيت جميل. بعت الشركة والبيت واشتريت مزرعة كبيرة في القرية. وهل سيترك أولادك المدينة أيضا؟ أولادي يحبون القرية، وأم الأولاد تحب الحياة في القرية أيضا لتعيش قريبا من والدتها. ومتى ستغادر المدينة؟ بعد أيام قليلة إن شاء الله. سفرا سعيدا وإقامة طيبة. بارك الله فيك. أولا، يسكن عبد الرحمن في المدينة الآن. ثانيا، كان عبد الرحمن يسكن في القرية من قبل. ثالثا، عبد الرحمن لا ينام بسبب المرض. رابعا، باع عبد الرحمن المزرعة واشترى بيتا. خامسا، زوجة عبد الرحمن تريد القرية لتكون قريبة من أمه. اللي جايب القطع دي كلها مع بعض ليه؟ عشان انا اليومين دول هيبقى عندي مذاكرة علي الدين مبارك، فهبقى مشغول، فجبت النهاردة 4 قطع مع بعض. طيب، بالنسبة للأسئلة بتاعت النحو اللي جات لي، أنا بقول لكم إن أنا هنزل لكم بص دلوقتي بال3 أسئلة اللي جات اللي عرفنا نجيبها كلها، ودي مؤكدة يعني إن شاء الله رب العالمين. أنا عن نفسي أنا بذاكرهم، بس طبعا برضه هبص على الحلول بتاعتكم، ممكن يكون الحل بتاعنا مش صح، والعلم عند الله برضه. ففي ناس هنا ما شاء الله عليها في النحو كويسة برضو. الأسئلة برضو اللي جات النهاردة، اللي هو بيقول لك في سؤال: ما زال المطر هاطلا والسماء غائمة. الواحد نام في وسط الإيه؟ القطعة. طيب، ما زال المطر هاطلا والسماء غائمة. ازاي؟ ليه كاتب السماء والمفروض تكون مضمومة؟ حد يعرف الإجابة دي يا جماعة؟ علي الدين مبارك ركز معايا بس. ما زال المطر هاطلا والسماء غائمة، مكتوب غلط، العبارة خاطئة، وكاتب إن السماء المفروض تكون مضمومة. الإجابة انا مستني تعليقات او كومنتات. هيترفع في القناة البث يا زهرة الصبار. لو انت دخلتي معانا بنقول: ما زال المطر هاطلا والسماء غائمة.
بيقول لك المفروض ان السماء السماء مش السماء مش السماء. ها ليه هو هنا قال السماء مضمومة مع ان المفروض انها تكون مفتوحة، ولا ايه رأيكم؟ والسماء غائمة. ايه الخطأ هنا يا شباب؟ تاني كده، حاضر يا عادل. ما زال المطر هاطلا والسماء غائمة، ماشي. وبيقول لك هنا غلط، المفروض ان هو ايه، المفروض ان هو ايه، ها بيقول لك المفروض ان السماء ايه مضمومة. اسم معطوف، اسم معطوف على ايه؟ كملوا يا شباب. معطوف مبتدأ، السماء مبتدأ، جملة جديدة. طب ماشي، احنا بنقعد اهو. ما هي السماء مفتوحة، ما انا عارف. ما شاء الله، الناس عمالة تبعت رسائل دلوقتي. يلا يا شباب، جملة معطوفة على جملة. جملة ايه اللي معطوفة على جملة ايه يا هلا؟ فين ظهرت الصبار؟ ما جاوبتش ليه؟ داليا السيد معطوفة، ماشي اوكي. ما احنا ماشي، يا معطوفة مفعول به، واو المعية. جميلة 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 أوي، جميل أوي 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 يا كريم كريم. ده فعلا نفس رأيي، واو هنا واو المعية فعلا. أنا جبت درجة 48، رغم كده قالوا هنعمل تقرير دلوقتي. علا يعني 48، 48 من يعني من 100، يعني انت جبتي اقل من 50 صح كده؟ طب تقرير بايه؟ هو الامتحان فصل معاكي يعني ولا ايه؟ وضحي لو سمحت. طيب برضو ممكن اقول لكم، واحنا بنناقش دلوقتي في البث ثلاث اسئله. أول سؤال، أي من الجمل الآتية حوت فعلا من الأفعال الخمسة؟ معايا يا شباب، معايا يا شباب. ما هو ده نفس رأيي يا هالة، نفس رأيي. ماشي، النت إيه اللي هيفصله يا علي؟ أي من الجمل الآتية حوت فعلا من الأفعال الخمسة؟ تاني السؤال، أي من الجمل الآتية حوت فعلا من الأفعال الخمسة؟ واحد، تهون علينا في المعالي نفوسنا، عشان كانت أربع قطع يا علا مش قطعة واحدة، أربع قطع، عشان أنا اليومين الجايين عندي امتحان، فمحتاج إن أنا أركز في الوقت، مش فاضي للنت. أي من الجمل الآتية حوت فعلا من الأفعال الخمسة؟ السؤال الأول أو رقم واحد، تهون علينا في المعالي نفوسنا. اتنين، استعن بالرفق في أمورك كلها. تلاتة، أبدع الفنانة في تزيين مسرح المدرسة. أعز الناس أمي، لقاء، يا ريت بتكلميني بعد البث دوت عشان التليفون بتاعي كان غير متاح على طول. أبدع الفنان في تزيين مسرح المدرسة. رقم دال أو الرابعة، الإجابة الرابعة، تبين أن المهندسين لم يكملا المخطط. أقول تاني ماشي. أي من الجمل الآتية حوت فعلا من الأفعال الخمسة؟ تهون علينا في المعالي نفوسنا، استعن بالرفق في أمورك كلها، أبدع الفنان في تزيين مسرح المدرسة، تبين أن المهندسين لم يكملا المخطط. ده كان السؤال الأولاني.
ياسمين هتلاقي البث موجود على قناة اليوتيوب الأخيرة، اللي هي تبين أن المهندسين لم يكملوا المخطط. صح كده هاني خالد؟ قصدك كده؟ تبين أن المهندسين لم يكملوا المخطط. الله أكبر، دائما القطع جاية مختلفة عن الأسئلة. قلت المدرب قال لي هعمل تقرير دلوقتي، أعمل إيه؟ يا علا، أنت كان لازم في وقتها ما تمشيش إلا لما تعملي تقرير يا علا، ما كانش فيه إن ما ينفعش إن أنت تمشي. أنت خليكي زي أي ست مصرية، لم يكمل المخطط يا ياسمين، مش لم يهمل، يكمل. ما علينا. هي فعلا الإجابة الرابعة، اللي هي حذف النون لم ي... ماشي. طب ما خلينا بس نجاوب على علا. علا، انت لازم تعملي زي ست مصريه، هتروحي بكره للمركز وتزني عليهم، ودمعتين لازم ينزلوا من عينيكي، ان انت مستقبلك ضاع، ان الاجابه ما كانتش موجوده، وانت لازم تبعت دلوقتي، قدامي دلوقتي، واشوفك تبعت تقرير دلوقتي للتنال في الاردن، ان الاسئله اللي جت غير القطع اللي كانت موجوده قدامها، اللخبطه كانت موجوده من النظام عشان يتحسب لك الدرجات. الكلام ده حصل معانا في الامتحان بتاع 36 لما كنا في حلوان، وفعلا الاجابه اتحسبت لنا. ما مش انا عن نفسي، حصلت معايا في 5 اسئله ما مشيتش من عند بتاع مديره المركز الا لما عملت التقرير قدامي. قلت لها عشان ده مستقبلي، قالت لي انت مش واثق فيها. قلت لها انا واثق في حضرتك، بس اعتبريني زي ابنك وايه، وخليني مروح مطمن، وعملته قدامي. فانت تروحي بكره بإذنك، بس بكرة إجازة. لا، بكرة 7/1، تروحي بعد بكرة، توكلي على الله بعد بكرة كده الصبح وتروحي، ما تمشيش إلا لما. اللهم صل على النبي، كله حلال صح، ما شاء الله ما شاء الله. كل فعل اتصل به ألف الإسنان أو واو والجماعة ياء المخاطبة، يبقى يهمل. لا، هي يكمل، لم يكمل، صح، برافو. طب تمام أوي. والله حكاية المتعاقدين هيدخلوا المفاضلة دي، ده اللي أنا سمعته، هي دي إشاعة، الله أعلم إذا كانت صحيحة ولا لأ، فاهم يعني؟ أنا بالنسبة لي كنت خلاص المفروض إن أنا أخش على الرابعة، خلاص رجعت للتانية، فلا تعليق يعني، نو كومنت، مش عايزين نتكلم عشان ما نتحذفش أساسا ويتعمل لنا حظر، عشان خصوصا إن الفيديو ده هيكون موجود على اليوتيوب. لا والله، انت حكايه انك تعيد الامتحان دي ترجع لمقدرتك الماديه، تقدري تدفعي 400 جنيه ولا لا، او هل هم يحسبوه لك ب 200 ولا لا، كلمي انت بقى معاهم في حاجه زي كده. طب انا ما اقدرش ادفع ال 400، الكلام دوت. هو بيقول حوت فعلا. بصوا يا جماعه، اي من الجمل الاتيه حوت فعلا من الافعال الخمسه، انا هنزل وهم برضو ايه، هنكمل ايه، هنكمل على الجروب. السؤال الثاني، ما الجملة التي تتضمن فعلا يفيد قرب وقوع الخبر؟ ما الجملة التي تتضمن فعلا يفيد قرب وقوع الخبر؟ ايه هي الجملة اللي موجود فيها فعل بيفيد قرب وقوع الخبر؟ أول جملة، عسى البشر أن يتعاونوا، عسى البشر أن يتعاونوا. الجملة الثانية، أو شك العالم أن يكون قرية. خلي بالنا، السؤال بيقول ما الجملة التي تتضمن فعلا بيفيد قرب وقوع الخبر، مش إن الخبر وقع، ماشي؟ هنا عسى البشر أن يتعاونوا، ده تمني، ماشي؟ أكيد هنحذفها. أو شك العالم أن يكون قرية. الجملة اللي بعديها على طول بقى، أصبح التنقل بين دول العالم سهلا. أصبح التنقل بين دول العالم سهلا. الجملة الرابعة، أخذ البشر يتقاربون عبر وسائل الاتصال الحديثة. هل الإجابة هتكون أو شك ولا أصبح ولا أخذ البشر يتقاربون؟ أدي ثلاث أسئلة ونشوفها. كمل كمل ولا يهمك. ماشي. برضو هسيبكم تحلوا، أنا في دماغي برضو الحل، وبرضو إيه، بنتناقش مع بعض. رقم اتنين اللي هي او شكل العالم ان يكون قرية، هي فعلا هي قرب وقيل الخبر. جميل.
ما شاء الله. طبعا الناس دي خايفة انها تخش الامتحان ليه؟ الناس اللي بتحل دي ما شاء الله عليها، معمار وعادل وجانا ياسمين، كل الناس دي خايفة. ياسمين دي اللي مرعوبة من الامتحان، امتحانها بعد بكرة. مع انها ما شاء الله. اي من الجمل الاتية حوت مفعولا مطلقا مبينا للعدد. السؤال تاني وطبعا السؤال الاخير، اي من الجمل الاتية حوت مفعولا كاد وكرم وكرم او شكل. برافو برافو يا عمر، ما شاء الله عليك. أي من الجمل الآتية، خلود يوسف حمد لله على السلامة. أي من الجمل الآتية حوت مفعولا مطلقا مبينا للعدد؟ إيه اللي جاي من الجمل ديت كان موجود فيه مفعول مطلق مبين للعدد؟ امتحاني يوم السبت، أنا امتحاني يوم الخميس، وإن شاء الله اللي همتحنه إن شاء الله هعمل بس يوم الخميس، هقول إيه اللي جاي لنا في الامتحان، ونسيبها على ربنا. رمى اللاعب الكرة قاصدا، ماشي، رمى اللاعب الكرة قاصدا. رقم اتنين، رمى اللاعب الكرة رميا، رمى اللاعب الكرة رميا. ربنا معاك يا مؤامر، ربنا معاك يا هالة. رمى اللاعب الكرة رميتين، رمى اللاعب الكرة رميتين. طب الناس اللي امتحانها بكرة ده اصبروا عليا، انا هكمل هقول لكم في حاجات تانية جات، وبس انت اكتبي بالقلم، احنا مش هنقعد نحل. التالتة، رمى اللاعب الكرة رميا قويا. هنا بيقول لك مبين للعدد، هتبقى ايه؟ رمى اللاعب الكرة رميتين، صح كده ولا انا غلطان؟ ولا رمى اللاعب الكرة رميا؟ كله بيقول التانية. طب التانية ليه؟ هو بيقول لك مبين للعدد، مفعول مطلق مبين للعدد، رميا، رمى رميا، صح كده؟ وهنا بيقول لك رمى رميتين. ها. طب الناس اللي بتقول التانية، الناس اللي بتقول رقم اتنين عالي، والناس دي كلها تقول السبب بعد إذنكم. السؤال بيقول حوت مفعول مطلق مبين للعدد، مبين للعدد. خلي بالكم من السؤال، مبين للعدد، مفعول مطلق مبين للعدد. هو رمى اللاعب الكرة رميتين، اسمه مرة. برافو عليك احمد محمود، برافو عليك اوي 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 اوي. ماشي يا مانش، ماشي. طيب السؤال اللي هو بعد كده، أليس العلم في الإسلام فرضا على أبنائه وعلى البنات؟ أليس العلم في الإسلام فرضا على أبنائه وعلى البنات؟ أسلوب أمر، أسلوب نهي، أسلوب استفهام، أسلوب شرط. ماشي يا خلود، ماشي يا خلود. أليس العلم في الإسلام فرضا على أبنائه وعلى البنات؟ أسلوب أمر ولا أسلوب نهي ولا أسلوب استفهام ولا أسلوب شرط؟ خلي بالكم في أولها إيه، أليس. ماشي، ما علينا. حد عايز يسأل سؤال عشان قبل ما نخلص البث؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيبقى خير يا علي، علي الدين. طيب ايه يا شباب، حد عايز يسأل سؤال؟ يلا نتوكل على الله. في الجماعة اللي هما يمتحنوا بكرة، اللي هيمتحنوا بكرة، أول حاجة دلوقتي بعد ما نقفل البث
ممكن تسمع الفيديو تاني على اليوتيوب. ماشي، البلاغة والمعاجم والعروض ما بتجيش، مش موجودين. لا مش موجودين ولله الحمد. ماشي، اسمع البث، انا هنزله على اليوتيوب، اسمعه تاني واسمع القطع، يمكن تجي لك، يمكن اه يمكن لا، بس انت بتعود ودنك على الاستماع. خش على القناة، اسمع الامتحان اللي هو اللي انا كاتب عليه، امتحان اسئلة امتحان حقيقية، دي كانت جات، دي ما فيهاش جدال. بعد ما تخلص الكلام ده امسك كتاب التنال، لو معاك، لو انت منزله على التليفون او كده، او مفيش، خش على مستر جوجل واكتب علامات الترقيم. علامات الترقيم معروفة، فصلة والفصلة الموقوتة وعلامة التنصيص والشرطة والنقطتين. ماشي، دول اهم ستة، يعني هما تسعة بس انت هما الستة دول المستعملين كتير. زارة الصبار، معلش، هو هتلاقيه موجود على اليوتيوب. ماشي، نخلينا ازاي، بس نرجع، بس علامة الترقيم ده اساسي عشان املا، ده اكيد اكيد فيها نقطتين او ثلاثة، يبقى درجة او درجتين او ثلاثة، ما ينفعش ان انت تسيبيها. خشي على ان واخواتها وكان واخواتها. ماشي، ما فيهاش جدال. علامات الترقيم، ان واخواتها، كان واخواتها، نصب الفعل المضارع وجزم الفعل المضارع. نصب الفعل المضارع بكل بساطة ان ولن وكي وحتى، ولام التعليل ولام الجحود وفاء السببية. احفظيهم زي ما هم واعرفي ايه اللي بيجي بعديهم، وشكرا للتحية. طبعا المقصور والمنقوص والمتعدي واللازم والمبتدأ والخبر كلنا عارفينه، والفعل والفاعل والمفعول كله عارفه، والمفعول لأجله والمفعول المطلق والمفعول معه. ماشي، ده الناس اللي هتمتحن بكرة، ده النحو، ده النحو، ما فيهاش كلام، مش هيزيد، مش هيزيد. على فكرة النحو ده موجود، احنا خدناه، احنا خدناه من زمان، فما فيش حد بيعدل علينا يعني، ومش هيجيبوا نحو جديد، هيجيبوا مثال جديد لكن مش هيجيبوا نحو جديد. ماشي يا جماعة، الناس اللي داخلة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأول ما تخش، أول ما تخشي قبل ما تقعدي على الكرسي، لا مؤاخذة سوري في اللفظ، وأنت بتقعدي كده هوت، حطي السماعة في ودنك قبل ما تطلعي الكارنيه بتاعك، قبل ما تعملي أي حاجة، البسي السماعة كده حطها في ودانك، خلي بالك قبل ما، لأن هو أول ما ياخد لك لقطة الشاشة، الكلام ده من كذا حد، منهم محمد ابو ريه، ومن كذا حد يعني كلمني على التليفون، كذا زميله يعني، ناس كتيره محترمين بصراحه يعني، ايه، تواصلوا معايا عن طريق التليفون واتكلمنا. ماشي، اول حاجه لازم تعملها، لازم تقعدي، اقعدي وحطي السماعه في ودنك. ربنا يبارك لك يا محمد، ربنا يبارك لك. في حاجه ايه تلخبطت في علامات الترقيم، مش عارف ايه، وصين اختار، انا في الاختيار. ما هو على حسب، على حسب الجملة انت بتختاري علامة الترقيم يا ياسمين. طيب بالنسبة لل، اللهم صل على النبي، كنا بنقول ايه، نسيتيني يا ياسمين، ربنا يسامحك. السماعة اهم حاجة، اولا فاولا 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 فيعني لغاية اخر الدنيا، ايه، السماعة لازم تحطها في ودنك، عشان لو اشتغل القطع الاستماع ما تعديش عليكي. المنتقبات مالهم؟ انا اللي انا سامعه ان هم لازم تكشفي وشك عشان ياخد لك صوره، ده اللي انا سامعه. و اصل انت برضه، يا بصي يا شيماء، شيماء زكي، مع احترامي ليكي، هو انت حاطه النقاب لربنا سبحانه وتعالى، فانت راح تتعلمي، انت مش بتكشفي النقاب، ما انا بتكلم اهو يا شيماء، هتخلعي النقاب عشان ياخد لك الصوره، عشان يتاكد ان انت مش واحده، مش حد تاني، فانت ما بترتكبيش يعني معصيه او حاجه، او بترتكبي ذنب يعني، ما تقلقيش من الناحيه الشرعيه، من الناحيه الشرعيه يعني، فاهمه، هو كل غرضه ان هو يتاكد ان هو الشخص اللي قدامه هو اللي بيمتحن، مش جايب حد مكانه، فما فيهاش حاجه يعني، اصل ما فيش حد، واحد راجل بيبص عليكي او محرم او حاجه زي كده. ماشي، بعد ما تحطي السماعه حضرتك، اسراء، هتلاقي البث موجود على اليوتيوب ان شاء الله كمان 10 دقايق. بعد ما تحط السماعه بياخد لك لقطه الصوره، وبيبص على البطاقه بتاعتك، او ما اعرفش بقى، هل سكال كارد زي الاي تي سي ال تيتشر ولا ايه، وبتبتدي امتحان. بس
عندك 10 قطع او 11 قطعة محادثة قصيرة، وبعد كده 50 سؤال تراكيب، وبعد كده 3 قطع طويلة اللي هي القراءة، وبيبقى عليها أسئلة. فالقراءة 50 درجة إن شاء الله ما تقلقيش منها. أنا لو دلوقتي همتحن على الجديد ولا القديم؟ لا، أنت تكلموه إنك تمتحني على القديم. هو الجديد على فكرة لسه ما نزلش، الكلمة دي أنا لسه واخدها من بق النهاردة بتاع المركز، الجديد لسه ما اتعملش، خلي بالك. أنا غلبانة والله. ماشي ماشي يا ياسمين. هتسمع شيماء سمير، هتسمعيه على القناة اليوتيوب، هتكتبي تخش على اليوتيوب وتكتبي التنال العربي مع تيمور، وهتكتبي وهتلاقيه ان شاء الله اخر، بس كمان ربع ساعة بالظبط عقبال ما اخلص البث هنا، بعد ربع ساعة بالظبط هتلاقيه هناك. بس ده الناس اللي داخلة الامتحان. لو في حد يا جماعة امتحانه نفسي قريب يسمع الاختبار النفسي اللي انا كاتبه من قلب الحدث، يخش على القناة. على فكرة الناس اللي هي بتكتب أيمن يسرى والكلام ده، أنا هحذف البث من هنا من الجروب عشان في ناس معانا. يا مستر أكد لي موضوع وقف الامتحان يوم 15 وعلاقته بالمفاضلة، هل مش هيكتفي بالحجز فقط؟ لا، هو بالعكس، ده هو قال لك الناس اللي حاجزين، قال لك اللي امتحن واللي حاجزين، هو كلامه للناس اللي لسه ما حجزتش، اللي لسه مستنية. القطع دي في قطع قراءة وفي قطع استماع. انا لا اعمل، لا نصيحتي ليك يا ياسمين ان انت ما تعملي، يعني خلصتي السؤال استنى عليه خالص لغايه الوقت ما يخلص براحته، براحته خالص. لان خلي بالك اللي انا سمعته برضو ان السؤال ما بياخدش 15 ثانيه. عارفه يعني ايه 15 ثانيه؟ يعني انت مجرد ان انت تبصي كده وهوبا على طول. فانت لازم تبقي سريعه، لازم تبقي سريعه، دي السرعة بس كده. دي الحاجات اللي احنا قلناها، والناس اللي امتحانها بكرة ربنا يوفقها. ولما تخلص امتحان يا ريت تكتب بوكس تست تكتب بوست وتنزله هنا على الجروب عشان بس الناس تدعي لها بالنجاح هي كمان وبالتوفيق، وتبقى فادت غيرها. وبطلب منكم ان شاء الله تخشوا على القناة التنالي العربي مع تيمور، وتدوسوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس، واللي عنده كومنت يكتبه انا مفعل الكومنتات. ربنا يخليك يا شيماء، ربنا يخليك، تسلم وتصبح على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.